بعد أن تعرفنا على باربي في بورتريه، دعونا نناقش تأثيرها على الفتيات الصغيرات من نواحي مختلفة. ولذلك تنضم إلينا المعالجة النفسية ريهام منذر مباشرة من بيروت. صباح النور ريهام. صباح الخير سارة. يسعد صباحك ريهام. يعني بداية عشان نكون واضحين، نحن لا ننتقد الدمية باربي بالتحديد أو نسوق لها يعني بعد كل هذه السنين من إنتاجها لأول مرة، ولكن نحن نأخذها كمثال لتأثير الدمى على أطفالنا كونها الدمية الأكثر مبيعا في العالم. يعني بصراحة الجميع منبهر بجمال باربي، هذه الدمية النحيفة، هذا القوام، أنيقة المظهر، ملابسها المختلفة، فحشة الثراء، لديها العديد من المقتنيات، كما أنها في النهاية حلم كل فتاة أن تكون باربي أو أنه يعيطوا لها باربي، صح؟ نعم صحيح. طيب، عبارة بدي يكون باربي هي عبارة ما زلنا نسمعها، وأول شيء بيخطر في أذهاننا أن هذه الفتاة سطحية، يعني كل همها فقط الجمال. كيف تتأثر الفتيات بدمية ما لتصبح مثالها الأعلى؟ نعم، هو أكيد مثل ما بنعرف أنه الأولاد هن بالمرحلة اللي مرحلة الطفولة هي مرحلة كتير أساسية بالنمو النفسي والانفعالي والذهني عند الأولاد وأكيد الجسدي. بس بموضوعنا اليوم الأولاد أكيد بيتأثروا بكل شيء بفوت على دماغهم بهذه الفترة، سواء كنا عم نحكي نحن عن الأشياء الإلكترونية اللي هن عم يتعرضوا لها، كل الفيديوز اللي بيشوفوهم على الإنستغرام، على التيك توك، على يوتيوب، وأكيد بطبيعة الأحوال كلها بيلعبوا فيها، بتأثر على نمون الذهني والانفعالي والعاطفي. كمان لهيك نحن بنشوف هلا انه في كثير educative games او العاب تثقيفيه موجوده بالسوق اكثر، هي اللي عم تكون هيك مرغوبه اكثر من قبل الاهل لانه هي بتساعد الاولاد بهذا النمو. هلا في كثير دراسات انعملت عن باربي، واكيد بطبيعه الاحوال كل شيء بالحياه له سيئاته وايجابياته. في دراسه جدا حديثه انعملت بكارديف يونيفرسيتي بتقول انه الباربي او الدولز بشكل عام وبالتحديد الباربي هول في عم بيساعدوا كثير الاولاد على كذا صعيد، منهم على الصعيد الاجتماعي، سو بيعلموا الاولاد الامباثي او التعاطف، وبيعلموهم السوشيال سكيلز، لانه لما تكون البنت بالتحديد عم تلعب مع باربي، لو حتى كانت عم تلعب لحالها مع باربي، بس هي عم تستعمل مهارات معينة بالتواصل معها، وهذه المهارات هي عم تتمرن عليها مع الباربي، زائد انه رح ترجع تطبقها بس تكون موجودة مع اشخاص حقيقيين مع اصحابها. فلا، منه الباربي هو شيء جدا سيء، يعني نحن بنوصفها على اساس انه هي بس حلوة، ونحن عنا مجتمعاتنا هيدي يا غني، بتعرفي لما عريس يتقدم يا غني ومنه اخلاقه عاطله، يا فقير بس اخلاقه كثير منيحه. دائما وي جو تو ذا اكستريمز. ذات الشيء بالجمال، اذا حلوه مش يعني هي غبيه وسطحيه، وهذا الشيء بالحياه جدا حقيقي، يعني في كثير صبايا جدا جميلات وجدا اذكياء بذات الوقت. فهذا التصوير انه هي جميله بس فارغه منه حقيقي، لانه بنلاقي انه بباربيز في عندها أكثر من 200 وظيفة الباربي، يعني صح. هي الحكيمة وهي المهندسة وهي، وهلا بعد شوي بنحكي أكثر عن هذا الموضوع، بس لا، تصوير على إنه هي غبية هو منه شيء دقيق، لأنه بالنهاية هي لعبة يعني، فنحن بنقدر نوصفها بالطريقة اللي بدنا إياها، يعني فيهم الأهل يشرحوا للأهل لأولادهم عن جمال هذه الباربي الخارجي وعن جمالها الداخلي، وبالنهايه طريقه لعبنا مع هيدي الباربي هو اللي بياثر على كيف نحن، كيف رح تاثر على الاولاد بالنهايه. نعم، يعني ريهام، باربي توظفت مؤخرا، باربي في بدايتها كانت المدلله اللي عندها البيت وعندها اشياء، مؤخرا اصبح هناك ربما لفت النظر اكثر لاعطائها وظائف، واعطائها سنعود للحديث عنها، واعطائها ايضا هيئات مختلفة، أصبحت أكثر وزنا، أقصر طولا، أصبحت تأتي من إثنيات وخلفيات عرقية مختلفة ربما لتغطية أكثر عدد من العالم، ولكن بدايتها لم تكن كذلك. اتهمت في أوقات كثيرة جدا باربي بأنها كانت سبب من أسباب إصابات العديد من الفتيات بالأنوركسيا أو اضطرابات الأكل. لماذا؟ شكل جسدها الغير منطقي، يعني هو هذا وزنها أو مقاييس باربي ما ممكن أنها تكون في إنسان طبيعي. هنا بعض يعني التعديلات أجريت عليها، ولكن أخبرينا عن هذا
يعني كيف يترافق ذلك مع اضطرابات نفسية، خلينا نقول عندما نأخذ شكل باربي كشكل يجب أن نكون عليه؟ نعم أكيد، لأنه مثل ما ذكرت أنه المقاييس هي مقاييس خيالية ومش ما بتصير، يعني حتى عارضات الأزياء ما عندهم هيدي المقاييس، وأكيد كل حدا في عنده هيك ديفو معين بجسمه، فلأنه هيدي المقاييس هي خارقة أو لأنه ما عم بيكون في تصحيح لهيدي وجهة النظر أو هيدي المقاييس، الأهل ما عم بيوضحوا للأولاد بالتفصيل شو هي، لأنه هيدي لعبة وأنه هذا الشيء ما بيصير بالحقيقة وهيدي المقاييس منا موجودة، يعني ما في من قبل الاهل صحيحه للتفسير عن هذه اللعبه، هون عم بيصير في صعوبات عند الاولاد بتقبل صوره جسمهم، بتقبل بثقتهم بحالهم، بنلاقي عند الاولاد كثير في نقص بالثقه بالنفس، اكيد ما من دون منعمم، يعني في كثير اولاد لا ثقتهم بنفسهم كثير قويه، بس بنلاقي انه الاولاد اللي بيلعبوا بهيدي الالعاب، وفي دراسات كمان انعملت عن هذا الموضوع بتشوف وبتاكد انه الاولاد اللي بيلعبوا بدمى بدولز او بباربيز حجمهم كثير صغير ومقاييسهم كثير نحيفه، هذا الشيء بيغير معنى الجمال بنظره هالولاد، سو هو مش بس ثقتهم بحالهم او نظرتهم لحالهم، نظرتهم للجمال بشكل عام بتختلف، فهو لما يشوفوا ولد ثاني كمان ناصح بيعتبروه غير جميل، كمان اكدت بعض الدراسات اللي نزلت بالجورنال اوف بودي ايمج انه حتى لو رجعوا هودي الاولاد لعبوا بدمى اكبر حجم هيدي النظره ما بتتغير، لانه انطبعت بذهنهم. بس الشيء اللي بدي ركز عليه هون هو دور الاهل بانه نحن نقول للاولاد انه هذا الشيء منه صحيح، وللاسف جدا كبير ساره انه الباربي هي اذا بدك اول خطوه او المجسم عن الحياه الحقيقيه اللي موجوده نحن بمجتمعنا. شو يعني؟ نحن دائما بننظر على الانستغرام والسوشيال ميديا ولعارضات الازياء بانه هن جميلين، انه هن they are perfect، اللي جسمهم it's perfect، كل شيء مثالي، فنحن كمان كاشخاص عاديين بنتعرض لهالصوره المثاليه الغير حقيقيه لا شو هو الجمال ولا معيار الجمال، وهون بنشوف انه الباربيز هن خطوه اولى، لو نحن بس عم نعرض الاولاد لباربي بس وعم نكتفي بهذا الموضوع يمكن مع الوقت كانت هينه، كانت نظرتهم لجمال الباربي اختلف مع الوقت، بس المشكله انه كل ما يكبروا الاولاد بالعمر كل ما عم بيتعرضوا لمقاييس جمال غير دقيقه وغير صحيحه اكثر، يعني الموضوع ما عم يوقف بس على باربي، نحن عم نكمل فيه لكل حياتنا عم نضل نشوفه، وهون الخطوره وهون اللي بياثر على انه تضل هيدي النظره مستمره معنا كل حياتنا مثل ما نحن عنا اياها لهيدي النظره. ومع ان الشركه كما تفضلتي قبل قليل ريهام ابتدات في تغيير الصوره النمطيه لباربي الشقراء ذات العيون الزرقاء وذات المقاييس الغير منطقيه والملابس الغاليه، وفي وقت من الاوقات كانت الملابس التي ترتديها باربي تحاكي آخر صيحات الموضة وما خرج عن أسبوع الموضة في باريس، نجد أنه ذات الثياب تكون متواجدة في المحلات التي تبيع ألعاب الأطفال، ولكن الآن أجري بعض التعديلات عليها، باربي أصبحت سمراء، أصبحت قصيرة، أصبحت من إثنيات مختلفة، أصبحت لديها ملامح آسيوية، أصبحت تأتي بكل الأشكال، ولكن ما زال هناك جملة فلانة تشبه باربي، أنت تشبهين باربي، جميلة كباربي. هذه التغييرات التي أدخلتها الصناعة أو الوقت أو الحداثة أو الضغوطات من قبل الناشطين في هذه المجالات وأصبحت باربي تأتي بأشكال مختلفة، ألا تغير الفكرة النمطية عن باربي؟ يعني حتى باربي الآن تعاني نوعا ما. نعم، هلا هي بتغير الفكره النمطيه يمكن عند الاولاد، بس نحن كاشخاص كبار لازم نغير هالفكره، لانه نحن اللي عم نقول لاولادنا هيدي بتشبه الباربي، او لما اكون عم بحكي انا وجوزي وبنتي عم تسمعني قول اسم الله عليها شو حلوه مثل الباربي، فنحن كاهل لما نغير نحن وجهه نظرنا عن الباربي ونشوف انه هي منا ابدا مثال للجمال الحقيقي، الاولاد كمان رح يقتبسوا هذا الموضوع كمان بطبيعه الاحوال، فالاولاد نحن بحاجه نشتغل عليهم كرمال هيدي الوجه النظر تتصلح عندهم، ونحن ككبار كمان لازم ما نقول هول الاشياء ونسمي هول الاشياء للولاد. نعم، يعني ريهام مع انه باربي جميله جدا، هي غنيه جدا وانيقه جدا، ولكن يعني خلينا نحكي الحق، باربي اشتغلت على حالها شوي، اصبحت ام عندها اطفال وتهتم بهم، لديها مطبخ كامل، لديها حبيب،
وفقا للشركة المصنعة باربي لديها أكثر من 200 وظيفة، يعني هي طبيبة ومعلمة وعالمة، تعمل في الخدمة العامة ومرشحة للرئاسة وغيرها العديد من الوظائف التي اشتغلت فيها باربي، يعني هي أيضا امرأة منتجة وفعالة. ألا يشفع لها هذا الأمر؟ يعني هنا ألا يمكن أن تكون هي مثال أيضا وملهمة للصغيرات اللواتي يلعبن بهذه الدمى أن يصبحن باربي؟ نعم، هو بيشفع فيها من ميلة، بس هو سبب المشكلة من ميلة تانية. ليه؟ لأنه نحن كنساء شو عنا هالفكرة هلأ، أنه نحن كنساء شو لازم نكون؟ لازم نتجوز ونجيب أولاد ونكون ستات بيوت ونكون عم نشتغل ونطلع مصاري، بيوتنا مرتبة، بيوتنا نظيفة، عنا قصورة، معنا كتير مصاري وسيارات كتير حلوة ومرتبة، والأولاد مؤدبين وبيطلعوا الأوائل على المدرسة 100% وعلاماتهم التوب. فهذه الصورة النمطية الغير صحيحة والغير دقيقة كمان هي سبب المشكلة. فلما نشوف انه من عمرك هالقد صغير، يعني من عمر، لانه بنعرف انه من عمر الستة لل 11 سنة هي من الوقت كتير دقيق للولد يكون عم بيشكل صورة، لانه they internalize بهذا الوقت وبهذا العمر كل شيء بيشوفوه حواليهم. فلما نحن بهذا العمر يكونوا عم بيشوفوا باربي شيء هالقد حلو، حتى لو كانت اقصر، حتى لو كانت اطول، هالقد حلو، هالقد عندها اشياء حلوه، هالقد جوزها حلو، هالقد عندها مصاري وعندها جمال وموظفه، فعم بيحطوا فيري هاي اكسبكتيشنز على الاولاد لما يكبروا يصيروا نساء، يتجوزوا، يفوتوا على معترك الحياه ومعترك العمل، يعرفوا انه لا، انا ما بقدر اكون واقفه بالمطبخ بالتنوره والفستان والكعب عم بطبخ. فهيدي الصوره النموذجيه منا دقيقه ابدا، وهي كمان بمحل كثير بتأذي الاطفال. طيب، أول كبار ماذا عن الكبار ريهام؟ يعني مؤخرا على مر السنين الماضية، ربما هذا سؤالنا الأخير، وجدنا أو رأينا، شاهدنا العديد من الفتيات اللواتي خضعنا لمبضع الجراح ليشبهن باربي. هناك شباب أيضا رأينا سابقا صور لأحدهم من البرازيل قام بإجراء عمليات ليشبه كين حبيب باربي. ما هو تأثيرهم على الكبار؟ يعني هنا هذه الدمى هل هي منتجات للبيع أم هي قيم للاستهلاك؟ كثير حلو السؤال. هو بطبيعة الأحوال نحن كأشخاص عم هيك نتلقى معلومات معينة، نحن بنعرف إنه في شيء اسمه سيكولوجية الدعاية، the psychology of advertisement، وبنعرف كيف بهذه السيكولوجية الدعاية نحن بندرس كيف نوصل لعقول الناس كرمال نحن نأثر فيهم لا يشتروا المنتجات تبعنا. يعني بنلاقي إنه بنشوف كثير، نسمع بدعايات هذا المنتج اللي رح يغير لك حياتك، هذا المنتج اللي أنت بدك إياه بحياتك، إذا بدك تكون أنت أجمل، أنت أفضل، بدك تشتري هذا المنتج. سو هول الكلمات اللي نحن بنسمعهم بتأثر كتير على أدائنا ككونسيومر بيهيفير، يعني كيف نحن ككونسيومرز نستهلك هيدي الأشياء. وأكيد بطبيعة الأحوال لأنه بيكون في عنا صورة جسد معينة، ثقة نفس معينة، لما يكون في إكسبوجر متكرر، يعني هيك استهلاك متكرر لهالمعلومات براسنا، هل صورة الصورة الذاتية اللي بيكون في عنا يمكن المتدنية بمحل معين، أو ثقتنا بنفسنا اللي بتكون متدنية مع هالدعاية اللي كتير مغرية وإنه هذا الشيء اللي رح يغير لي حياتي، أنا بشوف إنه هذا الدعاية أو هذا المنتج هو المنقذ لإلي، وهو اللي رح يخليني أنا أحس أحلى وأحس حالي أجمل وأحس حالي أفضل، فبلجأ لهذا المنتج شو ما كان يكون. ونحن أوقات منروح لإكستريم معين، أكيد بيكون في هون صعوبات نفسية وتحديات نفسية بتخلي هول الأشخاص هالقد وغيروا من حالهم لا يوصلوا لمحل يشبهوا أشخاص مثاليين. يعني والملاحظة ريهام أنه دائما حتى وبعد إجراء العديد من العمليات والإجراءات نجد في حديثهم في وسائل الإعلام وغيرها أنهم لا يزالوا غير راضين عن أنفسهم. شكرا جزيلا لهذا الحوار الممتع، أتمنى أنه يكون ربما لفت نظر الأهل لطريقة مخاطبتهم للأمثلة التي يعطوها لأبنائهم في الحياة. المعالجة النفسية ريهام منذر كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. شكرا سارة.